طوكيو من فوزل ومن فيجارد ومن ناستي. الكمية مش كبيرة قوي يعني، بس احنا واخدين وحايد نتكلم عنهم بقى في 25. فيجارد ميكس الدوراز والفوزل اللافا فاير. اللافا فاير دي يا جماعة اللي مش عارفها دي عبارة عن ايه؟ فراولة وبينا كلها اللي هي فراولة نسبوز هند وايس. تمام؟ الجديد بقى عندنا يعني واحدة شاي بلبن سوبر كول، والتانية اللي هي ايس كريم والايس. والله ايس كريم والايس. تمام؟ ننقل بقى للخمسين نيكوتين. عندك بقى الفيجارد الايس المانجا، تمام؟ والميكسات حاجتين اللي وصلوا فيهم الووتر ميلون بابل جام والبلوراز. ننقل بقى للناستي السلطة في الخمسين. عندك كريمي توباكو كاستر توباكو وحاجتين فاكهة. الحاجتين الفاكهة دول ايه؟ رمان بيري والتانية جوافة ايس. تمام؟ في الفوزن عندنا في ست حاجات وصلوا. الست حاجات دول ايه بقى؟ عندك العنب ايس، وعندك فراولة ايس كريم، وعندك الووتر ميلون بابل جام، تمام، واللافا فاير اللي قلناها من شويه اللي هي فراوله بينا كولادا، وميكس بيريز والبيربل كاندي. ننقل بقى لطوكيو في الخمسين اللي وصل جديد. عندك الليتشي والكابتشينو اللي هي القهوه، وعندك البوم اللي هي عصير كوكتيل ايس، وكالعاده الدارو ايس كريم اللي قلنا عليها الاس ايس كريم. تمام؟ وعندك الشوكولاته ميلت. النهارده الكلام ده كله في الاستوديو.